درس مقارنة الأعداد الصحيحه وترتيبها، الفصل الدراسي الأول، الصف الأول متوسط. ولمقارنة الأعداد الصحيحه وترتيبها نحتاج إلى رسم خط أعداد مقسم تقسيما متساويا، وتكون نقطة البداية لرسم هذا الخط هي نقطة الصفر. بعد ذلك الأعداد على يمين الصفر تكون هي الأعداد الموجبة ابتداء من الصفر باتجاه اليمين، فكلما اتجهنا يمينا زادت قيمة الأعداد، وعلى يسار الصفر يتم كتابة الأعداد السالبة، فكلما اتجهنا يسارا قلت قيمة الأعداد. والآن مع مثال، قارني بين العددين موجب 3 وسالب 4. للمقارنة نحتاج إلى رسم خط الأعداد وتحديد العددين على خط الأعداد، وبما أنه كلما اتجهنا يمينا فإن قيمة العدد تزداد، فإن العدد الذي على اليمين يكون هو العدد الأكبر دائما، إذن موجب 3 أكبر من سالب 4. رتب الأعداد التالية تصاعديا، أولا سوف نرسم خط الأعداد، ثانيا نقوم بتحديد الأعداد على خط الأعداد، ثالثا نرتبها تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر باتجاه اليمين، أي سيكون ترتيب الأعداد كالتالي: سالب 4، سالب 1، موجب 3، موجب 5. رتب الأعداد التالية تنازليا، أولا نرسم خط الأعداد ونحدد الأعداد عليه، بعد ذلك نبدأ بترتيبها تنازليا، ويتم ذلك من الأكبر إلى الأصغر باتجاه اليسار، ويكون ترتيبها كالتالي: موجب 5، موجب 3، سالب 1، سالب 4.